معانا سيادة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب. أهلا 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 أهلا، إزي حضرتك؟ أهلا بيك. إزيك يا سيادة الوكيل؟ أهلا بحضرتك. إيه الأخبار؟ طيب. كله تمام وحضرتك بالصحة والسلامة. رمضان كريم متأخرة شوية وعيد سعيد مبكرة شوية. كل سنة طيب والاثنين مقبولين، ربنا يتقبل منا إن شاء الله. الله يخليك الحمد لله. وألف مبروك لمصر وقادة مصر والشعب المصري كله. أه والله. وعايز أقول لك يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. النهارده المنظر الحضاري اللي احنا شفناه ده منظر ادى رساله رفيعه المستوى للعالم كله، للمؤيد وللمعارض، للكذاب وللصادق. النهارده المنظر بيقول احنا فين وعملنا ايه، ودي بدايه يعني الحقيقه اللي انا بعتبرها هي البدايه الحقيقيه النهارده اللي جاني الثمار. حقيقه رساله بنتكلم واحنا يعني فخورين بما تم انجازه، وفي فتره وجيزه جدا واضح رقي الاداء اللي حصل، واضح انه في مجهود كبير رفيع المستوى بذل. والنهارده شكلنا قدام العالم كله بيقول رساله. النهارده سياده الرئيس توج الاحتفاليه الكبيره بالخطاب المهم جدا اللي اتفضل بيه النهارده وقاله. وانا الحقيقه يعني كنت قاعد بستمع عشان استقرئ من بين السطور الجديد في خطاب الرئيس. فأنا ما أعرفش عاوز تسألني عن ده ولا عاوز تسألني عن إيه؟ يا ريت يا ريت يا ريت. الحقيقة يعني أنا عايز أكلمك بمنتهى الصراحة كده. كما جرت العادة. إحنا بننتقل برقي حتى في الفكر وفي الطموحات وفي الأداء وفي شكلنا قدام العالم عشان نقدم صورة حضارية متحضرة برسالة جديدة. رسالة جديدة دي اللي قال معلمها النهاردة خريطة طريقها السيد الرئيس. النهارده سيد الرئيس في خطابه أكد على موضوعات في غاية الأهمية، وبدأ بأهم موضوع، موضوع أمن واستقرار مصر. وده لأنه في رسالة. احنا بنتكلم على كل حدودنا النهارده على فيها مشاكل ومهددة شمالا وجنوبا وشرقا، يعني أنت عارف اللي حصل إيه. صحيح. لكن النهارده لما يتكلم يقول أمن وأمان مصر، دي ما بتجيش من فراغ، لا بتيجي من قائد حط خطوط حمراء قبل كده وادها للعالم كله، قال دي خط احمر. مره قال في الجفره في ليبيا، ومره قال في تهجير الفلسطينيين، ومره بيتكلم على القدرات بتاعتنا احنا ان احنا مش هنسمح لحد انه يعني لا يبتزنا ولا يجي ناحيه حقوقنا ولا يجي ناحيه حدودنا. وبالتالي النهارده كانت اول رساله انا بطمن المصريين على امن وامان البلد، وده الاستقرار، وده الحقيقه النقله اللي حصلت. انت قارن النهارده امن واستقرار مصر وامانها باللي حصل من 10 سنين، تعرف الفرق على طول ايه؟ فرق السماء والارض. ما انت عارف وشفت المهزله اللي احنا كنا طبعا فيها دي والفوضى اللي كنا فيها. النهارده بقى في امن وفي استقرار وفي امان. وانا لا اخفيك يعني انا يمكن من جولاتي بره سواء كان في الامم المتحده او في الاتحاد الاوروبي او البرلمان الاوروبي او البرلمانات المختلفه حول العالم. الناس بتقول لك احنا عاوزين الشريك بتاعنا القوي. الشريك اللي وله كلمه، الشريك اللي قادر على التحدي، الشريك اللي نعتمد عليه في المنطقه. هي مصر قولا واحدا. وده قالها حتى رئيس الناتو في 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 بروكسل، وانا واقف كنا بنتكلم على احتفاليه 23 يوليو في بروكسل، والسفير المصري كان موجود والدنيا كلها كانت موجوده، الاتحاد الاوروبي بالكامل واكثر من من من, من 100 سفير موجودين مدعوين. الحقيقه لهذا الكلام، وانا كنت فخور ان يقول هذه الرساله ان احنا بندور على الشريك القوي، بندور على من له مصداقيه وله بيرعى الامانه وبيرعى المصالح المشتركه، هي مصر. أنا يعني ده تقدير لمصر وتقدير لقائد مصر. النهارده خطاب الرئيس بدأ بالأمن والأمان وانتهى وانتقل إلى ما هو أعمق بقى. كيف نفجر الطاقات الكامنة في مصر؟ الطاقات الكامنة دي سواء كانت طاقات بشرية أو طاقات طبيعية. الطاقات البشرية اتكلم على طموحات المستقبل لبناء البنية الفوقية، زي ما اتكلمنا قبل كده بنتكلم على البنية التحتية، الطرق والكباري والغاز والمية والكهرباء، خلاص ده موضوع خد وضعه واشتغلنا فيه وشفنا النتائج كلها في مصر كلها، شفنا النتائج اللي تغنينا بيها عبر العشر سنوات دي. كل يوم في انجاز، كل يوم في شكل بيتغير في مصر، في محافظات مصر، في قرى مصر، في مشروعات العملاقه اللي موجوده في مصر، الناس عارفه الكلام ده كله وشايفاه، وشايفه الظهير العمراني لاكثر من 20 محافظه. لما بنتكلم
بنتكلم على الاقصر القديمه وجنبها الاقصر الجديده، بنتكلم عن سوهاج والمصاج الجديده والبنيه والبنيه الجديده وهكذا. احنا بنتكلم عن رؤى جديده بطموحات جديده شملت كل بقاع مصر، وانتقلنا فيها من الوادي الضيق 6% الى 12 وداخلين على اكثر من كده. النهارده احنا بنتكلم على تحقيق قصه جديده، وانا يمكن ما بلاقيش حد يتكلم عنها جديد. وهقول لك برضه عشان انت كراجل مرموق في الصحافه ومرموق في الاعلام، انا عاوز اتكلم عن نقطه القيمه المضافه اللي حصلت في مصر. لما تتكلم انت مصر كانت فين وقيمها قد ايه، والنهارده المشروعات العملاقه اللي حصلت وغزينا فيها الصحراء كلها، القيمه المضافه اللي حصلت. تخيل ارض ما كانش لها قيمه في الصحراء، صحراء جرداء ما لهاش قيمه، كنا بنتكلم على مدن بيها ب 50 جنيه المتر وجنيه واسعار رخيصه جدا. النهارده المدينه العاصمه الاداريه والساحل الشمالي قبل كده ما كانش ليه قيم، لكن النهارده شوف القيم هناك بقت قد ايه. حقق كده الارقام هتوصل الى تريليونز صح. موجوده في بس صح. ده في مشروعين كبار صح. بس وده بيستتبعه بقى بقيه الاستخدام اللي جاي بقى للمستقبل والقيم المضافه لاصول مصر كلها. طيب يعني انا شايف ان الارقام لازم تتكلم، والارقام دي لازم تتحدد حتى من الجماعه الاحصائيين اللي عندهم احصائيات اللي يقدروا يحددوا النهارده معالم القيم المضافه اللي بتتزايد على مصر عبر السنوات نتيجه المشروعات العملاقه والفكر المستنير. كلام هايل، كلام هايل. طيب عايز انتقل لحاجه ثانيه، انا عارف انه يعني اكيد الوقت مش هيبقى كفايه بالنسبه لنا في مكالمه. اولا عايزين نتقابل ونعمل حلقة حلوة كده ونقعد نتكلم وناخد الزوايا دي، لأن أنا عجبني بصراحة الكلام ده قوي قوي، فعاوز بقى إيه ناخده على راحتنا. موافقين؟ متفقين؟ ده اتفاق مبدئي صح كده؟ طيب